بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فبعد، فمع شرح سيدنا البرهان الباجوري رضي الله تعالى عنه وارضاه لجوهرة سيدنا الإمام اللقاني رضي الله تعالى عنهما، ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا وأنوارهم وأنواركم ونياتنا ونياتكم في الدارين، اللهم أمين. وبعد أن انتهى رضي الله تعالى عنه وارضاه من باب الإلهيات الذي هو القسم الأول من أقسام علم التوحيد، بدأ رضي الله تعالى عنه وارضاه يتكلم عن النبوات وفي النبوات، فقال: ومنه إرسال جميع الرسل، فلا وجوب بل بمحض الفضل. قال: أي هو من الجائز العقلي في حقه تعالى إرساله لجميع الرسل من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدخول المبدأ والغاية عليهم الصلاة والسلام، خلافا لمن أوجبه ولمن أحاله. يبقى إذن هذه المسألة فيها ثلاثة آراء. الرأي الأول رأي جمهور أهل السنة أن إرسال الرسل من الجائز في حقه سبحانه وتعالى لا إيجاب عليه. قال: خلافا لمن أوجبه، يودي الرأي الثاني إن إرسال الرسل واجب على الله، ولمن أحال إن إرسال الرسل محال على الله. أي الثلاث آراء. فالأولى أعني من أوجبه المعتزلة والفلاسفة، فقد اتفقت الطائفتان على الوجوب، وزادت الفلاسفة الإيجاب. ومبنى كلام المعتزلة على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح. يبقى إذن هذه القاعدة جرت إليهم المصائب، فهناك في باب النبوات قالوا وجوب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى، وبرضو هذه في باب النبوات كذلك قالوا ده إرسال الرسل واجب عليه، لأنه إذا كان فيه صلاح وفساد واجب عليه تقديم الصلاح، فعل الصلاح، وإذا كان هناك صالح وأصلح وجب عليه فعل الأصلح. وهذا بناء على قاعدتهم التزموها كذلك. قال: النظام المؤدي، هم بقى بيقولوا بقى معتزلة، النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع الإنساني على العموم في المعاش والمعاد لا يتم إلا ببعثة الرسل، وكل ما كان كذلك فهو واجب على الله تعالى. وقد مر هدم تلك القاعدة عند قوله: ومن يقل فعل الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها، فحاذر المحال والمحال والمحال، كما نص الشيخ. طيب، يبقى
عايز يقول ان المعتزلة والفلاسفة اتفقت الطائفتان على وجوب ارسال الرسل، ولكن طريق الوصول الى ايجاب هذا الامر على الله تعالى مختلف. فالمعتزلة بناء على قاعدتهم في الصلاح والاصلح، والفلاسفة بناء على قاعدة التعليل أو الطبيعة، فيقولون يلزم من وجود الله وجود العالم بالتعليل أو الطبع، ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه. وقد تقدم، احنا بقى برد على الإمام، أنه تعالى فاعل بالاختيار لا بطريق الإيجاب. وذكر بعضهم الشيعة بدل الفلاسفة، يعني قال الشيعة هم قالوا كده مش الفلاسفة. وذكر شمس الدين السمرقندي أن الفلاسفة ينكرون الإرسال لأن فيهم كونه تعالى مختار، لكن في المقاصد وغيرها نحو ما تقدم. يعني اختلف النقل عن الفلاسفة، فبعضهم يقولون لا، وبعضهم يقولون الله تعالى واجب عليه إرسال الرسل. ولأجل ذلك بعضهم عبر بالشيعة بدل الفلاسفة. قال والثاني أعني من أحاله. احنا هنا ثلاث آراء، الرأي الأول الجواز العقلي رأينا، الرأي الثاني المعتزلة، والفلاسفة الوجوب، واختلف النقل عن الفلاسفة كما تقدم. الرأي الثالث من أحاله، منهم من أحالوه كالسمنية والبراهمة. السمنية بضم السين وفتح الميم المخففة نسبة إلى بلد بالهند يقال لها سمنات، وهم فرقة يعبدون الأصنام. والبراهمة نسبة إلى رئيسهم برهام، وهم قوم كفار. زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم، لأن العقل يغني عن الرسل، فإن الشيء إن كان حسنا عند العقل فعله، وإن لم تأتي به الرسل، وإن كان قبيحا عنده تركه، وإن لم تأتي به الرسل، وإن لم يكن عنده حسنا ولا قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه، ونعوذ بالله من تلك العقائد. والعياذ بالله، السمنية والبراهمة. خلي بالك، هذا الأمر قد يشتبه عليك عندما قال المعتزلة في أول الكتاب إن المعرفة واجبة بالعقل، ماشي، وفسروا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول هو العقل، الرسول هو العقل. هناك المعتزلة قالوا العقل، لكن لم ينفوا إرسال الرسل.
أما الفلاسفة فقالوا إن إرسال الرسل عبث، ولم يفسروا الرسول بأنه العقل، بل قالوا إن العقل يغني عن الرسل. شوف إزاي هذا الفرق. أما جماعة المعتزلة هناك في قولهم بأن العقل، بأن المعرفة وجدتهم بالعقل، فسروا الآية القرآنية الرسول والعقل، ولم يقولوا إن العقل يغني عن الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. مفهوم يا أستاذ؟ أما هنا قالوا لا، ده العقل دي يغني عن الرسول، اللي هم الفلاسفة، اللي هم الجماعة الصومانية والبراهمة، حتى لا يشتبه عليك الأمر وتروح من كفار المعتزلة. لا، قالوا فلا وجوب، أي إذا علمت أن إرسال الرسل من الجائز العقلي في حقه تعالى، فأعلم أنه لا وجوب عليه، خلافا للمعتزلة وللفلاسفة، أي ولا استحالة كذلك، خلافا للصومانية والبراهمة كما يعلم مما تقدم. فالتفريع فيه قصور، لأنه المفروض يقول لك ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب أي ولا إحالة، ماشي؟ لأن هو يقول لك هو المفروض اللي يترتب، ما هو المسألة ليس فيها مذهبين فقط، لا، ده ثلاث مذاهب، ثلاث آراء. فالشيخ هنا البجوري قال لك ده التفريع ده فيه قصور، المفروض فلا وجوب ولا إحالة. فلا وجوب على قول المعتزلة والفلاسفة، ولا إحالة على قول السمنية والبراهمة. عشان كده قال لك اهو فالتفريع فيه قصور. ثم بدأ رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول عن الناظم الإمام اللقاني يتخذ له المعاذير، لماذا لم يذكر فلا إحالة، فلا وجوب ولا إحالة، لماذا؟ ولكنه لم يعتد بالقول بالاستحالة. شوف كلام المشايخ، قال لك هو لأنه لم يعتد بهذا القول الثالث، قول البراهمة والسمنية، فلأجل ذلك لم يذكره في المتن، لم يذكره إيه؟ في المتن، فيعتبر كأن هذا القول غير موجود. وقوله بل بمحض الفضل، أي إرسال رسلي، إنما هو بإحسانه الخالص، فإضافة محض بمعنى الخالص للفضل بمعنى الإحسان، من إضافة الصفة للموصوف. فقولنا بإحسانه فيه رد على الفلاسفة، وقولنا الخالص فيه رد على المعتزلة، وبل هنا الإضراب الانتقالي، يعني من عبارة إلى عبارة، من جملة إلى جملة، وهكذا. قوله لكن بذا إيماننا قد وجب، فدع هوى قوم بهم قد لعبا، عايز يقول رضي الله عنه وارضاه في هذا البيت ان في فرق بين الجواز العقلي وبين الوقوع الشرعي. اما الجواز العقلي فهذا الامر ابتداء عندنا نحن الأشاعرة وأهل السنة والجماعة، إن إرسال الرسل جائز عقلي،
يعني جائز عند العقل أن يصدق إن إرسال الرسل إيه؟ جائز. لكن لما أتانا الشرع فصار واجبا، لكنه ليس واجبا عقليا بل واجب شرعي. قال له لكن بذا إيماننا قد وجب، فدع هوى قوم بهم قد لعبا. لكن بذا، قال لك لما كان قد يتوهم من كون الإرسال من الجائز العقلي أن الإيمان بوقوعه ليس واجبا، استدرك عليه بقوله لكن بذا إيماننا قد وجبا، بل في الإطلاق. والمتبادر من كلام المصنف أن اسم الإشارة عائد على الإرسال، لكن جعله الشارح عائدا على المذكور من الإرسال والمرسلين، مش إرسال في حد ذاته، لا إرسال إيه والمرسلين. فإن قلت شبه يلزم من التصديق بوقوع إرسال الرسل التصديق بهم، فلا حاجة إلى ذلك. قلت فيه زيادة البيان كما هو المطلوب في عقائد الإيمان، وقد سبق أول الكتاب. هذه الاعتراض بقول لك إيه؟ يلزم التصديق بوقوع إرسال الرسل إلا أنا أصدق بهم، يعني أما أنا يجب علي أعتقد أن وأصدق أن إرسال الرسل جائز عقلا وواقع شرعا إلا أنا أصدق بهم، فلما لم تكتفي وتقول لا ده الرسل والمرسلين، من تقول الإرسال والمرسلين. قال له في ذلك زيادة بيان. زيادة ايه؟ بيان كما هو المطلوب في عقائد الإيمان، زي ما هناك قال لك ايه، كما انه لا يكتفى بالدلالة التضمنية والالتزامية بل لابد من الدلالة المطابقية. وقد سبق أول الكتاب بيان من يجب الإيمان بهم تفصيلا ومن يجب الإيمان بهم إجمالا، والأولى عدم حصرهم في عدد كما يشعر به قول المصنف جميع رسلي، فإنه يؤذن بعدم معرفة عددهم. يقول لك ما خايف، قال لك 124 ألف نبي وكده، ثم قال فدع هوى قوم، أي إذا عرفت أن الإرسال من الجائز العقلي في حقه تعالى، وأن الإيمان به واجب أي لوقوعه، فدع عنك هوى قوم، والمراد بهواهم مهويهم، وهو ما اعتقدوه من الاعتقادات الباطلة التي زينها الشيطان لهم. والهوى بالقصر عند الإطلاق، يعني لما يقول هواء الهوى شيء بالقصر عند الإطلاق، ينصرف إلى الميل إلى خلاف الحق غالبا، نحو ولا تتبع الهوى. سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، ومن غير الغالب قول سيدة عائشة له صلى الله عليه وسلم
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. لأن الهوى في الأصل اللغوي الميل عن إيه؟ إلى خلاف الحق غالبا، ولكن قد يستخدم في غير ذلك. في حقه صلى الله عليه وسلم، حق الورثة المحمديين، حق أهل الإيمان، يكون هواهم تبع لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فيكون الهوى هنا ليس مرادا به الانصراف من الميل الحق إلى الباطل، بل المراد به اتباع الحق. يكون قد غلب نفسه وشيطانه وهواه، وصار هواه إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومنه حديث وسلم عندما قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. حينئذ لا يكون الهوى مذموما، بل الهوى حينئذ محمودا. قال: ومن غير الغالب قول سيدة عائشة له صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقد يطلق على مطلق الميل، فيشمل الميل للحق وغيره. يبقى على القول الثاني ده ما فيش بقى غالب وغير غالب. على القول الثاني لا يوجد فرق بين الغالب وغير الغالب. وأما بالمد فهو ما بين السماء والأرض، الهواء. وقوله بهم قد لعب بألف الإطلاق، أي قد تلاعب بهم لا بغيرهم، حتى أوقعهم في البدع والمعاصي أو الكفر، فأوجب الإرسال بعضهم كالمعتزلة والحكماء، وأحاله بعضهم كالسمنية والبراهمة. حكماء يعني الفلاسفة يعني. ثم قال: وواجب في حقهم الأمانة. لما تمم الكلام على ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز، شرع في الكلام على ما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوز. طبعا وهنا حسن تخلص كبير، أنه أتى في الأمور الجائزة عن الجائزة لله تعالى في أفعاله، يعني إرسال جميع الرسل، ثم بدأ بالنبوات. ثم بدأ إيه؟ بالنبوات. يعني لم يتكلم رضي الله عنه وارضاه مثلا عن رؤية الإله مؤخرا ثم أتى بالنبوات، لا. الشيخ الدردير فعل خلاف ذلك عندما قال: وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي، إذ الوقوع جائز بالعقل، ومنه قد أتى دليله وقد أتى فيه دليل النقل. ثم قال: وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. ماشي يا أستاذ؟ فالشيخ الدردير ذكر آخر حاجة هناك في الجائز في حقه سبحانه وتعالى الرؤية، وهنا قد ذكر رضي الله عنه وارضاه آخر الأمور التي ذكرها في الأمور الجائزة لله، إرسال جميع الرسل. إرسال إيه؟ ثم بدأ بالنبوات. فكأن هذه المسألة مقدمة لهذه، أو لشدة الارتباط
بين الجهد في حقه تعالى والإرسال والمرسلين بدأ يتكلم عن النبوات رضي الله عنه وأرضاه، فربط بينهما رضي الله عنه وأرضاه. لما تمم الكلام على ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز، شرع في الكلام على ما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوز، مقدما الواجب لشرفه. والمراد بالوجوب هنا عدم قبول الانفكاك بالنظر الشرعي، لأن ما ذكر من الواجبات سمعي. وإذا قال المصنف فيما يأتي ويستحيل ضدها كما رووا، فأشار بذلك إلى أن استحالة ضدها بالدليل الشرعي، لأن هذا كما رووا يعني دليل سمعي مش دليل عقلي. فإذا كان المستحيل في حق الأنبياء مدلول عليه بالدليل الشرعي، فمن باب أولى الوجوب، وبضده تميز الأشياء، فيكون الدليل على إثبات هذه الأمور الواجبة للأنبياء دليلها سمعي، دليل إيه؟ سمعي، بخلاف ساعة ما تكلم رضي الله عنه وارضاه عن الصفات الواجبة لله تعالى من جهة إيه؟ من جهة العقل. قال: والمراد بالوجوب هنا عدم قبول الانفكاك بالنظر للشرع، لأن ما ذكر من الواجبات سمعي. ولذا قال المصنف فيما يأتي ويستحيل ضدها كما رووا، فأشار بذلك إلى أن استحالة ضدها بالدليل الشرعي فيكون وجوبها بالدليل الشرعي. ثم يقول رضي الله عنه وارضاه في عبارة فيها استدراك كلمة نعم، كلمة ايه؟ نعم. نعم هنا أداة استدراك تقوم مقام لكن، تصديق المعجزة لهم في دعوة الرسالة قيل وضعي، قيل ايه؟ وضعي، لتنزيلها منزلة الكلام، ودلالته وضعية، فكذا ما نزل منزلته. يعني انت بتقول للأنبياء واجب عقيم الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، طيب واحنا ليه نصدق الأنبياء؟ ايه الدليل؟ يعني هل كل واحد كده يأتي مثلا يقول أنا نبي يصدق، ولا لابد من معجزة؟ لابد ايه؟ معجزة. طيب المعجزة دي في حد ذاتها دلالتها على تصديق الرسول دلالة وضعية، حتى وإن كانت كلامية. كيف كلامية؟ لأنها تقوم أو تنزل منزلة قول الله صدق عبدي فيه كل ما بلغ عني، لأن هذه المعجزة حالها وشأنها ودلالتها والمستفاد منها صدق عبدي في كل ما بلغ عني. فدلالة الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم هي المعجزة، ودلالة المعجزة دلالة كلامية وضعية. فكيف تقول إن وجوب الصدق والأمانة
والتبليغ والفطانة دليل الوجوب عليهم، دليل شرعي. دليل ايه؟ شرعي. فين الدليل الشرعي؟ طب المعجزة، المعجزة على ان تثبت لنا صدق حضرة النبي. طب ايه دليل المعجزة بقى؟ ايه دليلها شرعي؟ يقول ده دلالتها شرعية لانها بتقوم مقام قول الله صدق عبدي في كل ما بلغ عني. اقول لك اهو، تصديق المعجزة لهم في دعوى الرسالة قيل وضعي لتنزيلها منزلة الكلام. منزلة ايه؟ الكلام. ايه هو الكلام؟ صدق عبدي في كل ما بلغ عني. ودلالته وضعية. دلالته ايه؟ وضعية. فكذا ما نزل منزلته. ما نزل ايه؟ منزلته. يبقى ده يقول لأن دلالة الكلام دلالة وضعية فكذا ما نزل منزلته. نزل ايه؟ منزلته. فيكون دليل المعجزة دليلا شرعيا. دليلا ايه؟ شرعيا. وقيل عادي. قيل ايه؟ لأنه بقرائن عادية. لأن المعجزة في حد ذاتها أمر خارق ايه؟ للعادة. دي وجهة نظر يعني. وقيل عقلي. ليه؟ لتنزهه تعالى عن تصديق الكاذب. وبذلك تعلم أن جعل الشارح الوجوب هنا عقليا فيه نظر. فيه ايه؟ فيه نظر. وقوله في حقهم أي لذاتهم، ففي بمعنى اللام وحق بمعنى الذات كما تقدم. والمتبادر من كلام المصنف أن الضمير عائد على الرسل، وفسره الشارح بالأنبياء قائلا لأن معظم هذه الأحكام لا يختص بالرسل. وكأن الشارح أشار إلى استخدام في المتن، استخدام أسلوب بلاغي. أسلوب إيه؟ بلاغي. أن يذكر كلمة ثم بعد ذلك يذكر معنى آخر يعيد عليه الضمير. المعنى دي مخفي لازم للمعنى الأول. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، مش كده برضو؟ هتلاقي عندك الاستخدام. إذا نزل السماء عبر به وأراد به المطر. بأرض قوم رعيناه فيلزم من المطر وجود العشب. وجوده ايه؟ العشب. والرعي لا يكون المطر، انما الرعي يكون ايه؟ يكون العشب. يكون ايه؟ العشب. يقول لك ايه؟ لان معظم هذه الاحكام لا يختص بالرسل. وكأن الشارح اشار الى استخدام في المتن. فواجب في حقهم الامانة. احنا منا احنا اللي نصدق بيها. ماشي. هي اللي حقهم واجبها. ماشي. لكن المراد ان نصدق بها كما عبر رضي الله عنه وارضاه الشاعر البيت عندما قال السماء ورعيناه، فعبر بالسماء واراد بها المطر، ثم قال رعيناه واراد به العشب. وإلا فالسابق في كلامه الرسل، لأنه قال ومنه إرسال إيه؟ جميع الرسل أهو. فلا وجوه بمعض الفضل
لكن بذا إيماننا قد وجب فدعا وقام بهم قد لعب وواجب في حقهم، أي لحقهم أن نعتقد نحن، وإن كان الضمير يعود للرسل إلا أنه المراد به نحن، أن نعتقد أنه واجب في حقهم الأمانة والتصديق والتبليغ والفطان، وإلا فالسابق في كلام الرسل ومراد بمعظم هذه الأحكام ما عدا التبليغ. طبعا احنا ما اعتقد احنا من هو التبليغ ده خاص بالرسل، وبعضهم عممه الأنبياء طبعا، لأنه يجب على النبي أن يبلغ أنه نبي ليحترم علينا، لأنه قال لك الرسول على التعريف الأول إنسان ذكر حرم بني آدم أوحي إليه بشرع وأمره بتبليغه، والنبي إنسان ذكر حرم بني آدم أوحي إليه بشرعه ولم يمره بتبليغه، يبقى في قوله وواجب في حقهم الأمانة والصدق والتبليغ والصدق والفطانة، دي واجب الرسل الأنبياء. طب والتبليغ؟ التبليغ واجب الرسل فقط في حقهم. طب والأنبياء؟ قيل لا وقيل نعم. ليه؟ يعني أن يبلغهم أنه نبي ليحترم، أن يبلغهم أنه إيه؟ نبي إيه؟ ليحترم. قولهم لمانة بالنقل والدرج الوزن وحفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه الله، ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى، فهم محفوظون ظاهرا من الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر، ومحفوظون باطنا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن. عشان كده الغزالي رضي الله عنه وارضاه لما تكلم في علم التصوف قال وسلوك علم وسلوك طريق التصوف فرض واجب، واجب، لأن النفوس لا تخلو من رعونات عدا نفوس الأنبياء والمرسلين، هكذا قال الغزالي. وسلوك طريق التصوف ايه؟ واجب، لأن النفوس أدي التعليل لا تخلو من رعونات عدا نفوس الأنبياء والمرسلين، لأن الواجب في حقهم الأمانة، والأمانة حفظ الظاهر والباطن، فعندهم ما فيش لا كبر ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية ولا هذه الأمور. والمراد المنهي عنه ولو صورة، فيشمل ما قبل النبوة ولو في حال الصغر، ولا يقع منه مكروه ولا خلاف الأولى، بل ولا مباح على وجه كونه مكروها أو خلاف الأولى أو مباحا، وإذا وقع صورة ذلك فهو للتشريع فيصير واجبا أو مندوبا في حقهم، فأفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب، بل في الأولياء الذين هم أتباعهم، يا سلام، من يصير لمقام تصير حركاته وسكناته طاعة بالنيات. وكان الشيخ زكي إبراهيم رضي الله عنه وارضاه يؤكد على هذا الأمر، يؤكد على يستصحب نية صالحة في كل فعل تفعله.
فتصير هذه الأمور التي تفعلها في العادة عاداتك عبادات في سعيك للرزق، عادة اعتبرها عبادة بالنية. في طعامك إنو بالطعام التقوي على طاعة الله تعالى. عشان كده ورد عن بعضهم أنه قال نحن نأكل إيه؟ بالألطال ونشرب بالأسطال ونذكر ذكر الرجال، يذكر الله إيه؟ ذكر الرجال من ذكر الميت اللي الناس بيذكر به. طبعا إذا كان أهل القلوب ده كلام آخر لهم حكم خاص. فأفعالهم هذه حتى يتصحبون فيها نية صالحة، التقوي على طاعة الله تعالى. وسئل العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء عن رجل طلق الطعام والشراب حتى وهنت قواه عن فعل الفرائض، فقال لا خير في ورع، شوف كلام الشيخ، لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط ما فرضه الله على العبد، لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط إيه؟ ما فرضه الله على العبد. أنت كده مش هتصلي ليه؟ من ورعه اللي مش قادر يصلي عشان خاطر مش بياكل أهتب. وليه؟ طب ما تاكل وتشرب وانوي بطاعتك باكلك وشربك هذا طاعة الله تعالى. وبهذا اندفع ما يقال قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم توضع مرة ومرتين مرتين وبال قائما وشرب قائما. دي كله ليه؟ لبيان التشريع، لبيانه التشريع. وأما المحرم فلم يقع منهم إجماعا، وما أوهم المعصية فمؤول بأنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام البيان. وما وقع من آدم فهو معصية لك المعاصي، لأنه تأول الأمر لسر بينه وبين سيده، وإن لم نعلمه حتى نقل في اليواقيت، اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر، عقيدة الأكابر سيدنا الشعراني عن أبي مدين الغوث شيخ الشاذلية في زمانه، ده هو شيخ سيد الحسن كمان، والتلميذ سيدنا الشيخ عبد القادر أبو مدين الغوث، تلميذ سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقد ألبسه الخرقة في مكة، ألبسه الخرقة إيه؟ في مكة. واسمه شعيب، اسمه ايه؟ شعيب. فلما ان لبس الخرقه من سيدنا الشيخ عبد القادر ذهب الى بلده في المغرب وعمل مقرأة قرآن، مقرأة ايه؟ قرآن. ودخل واحد من المعترضين، دخل واحد ايه؟ من المعترضين، معترض على الشيخ. فكانوا يفتحون المصاحف ويقرؤون، فرع الشيخ أبو مدين رضي الله عنه وارضاه قال له افتح المصحف، افتح المصحف والآية التي تقع عينك عليها قرأها.
ففتح المصحف فوقعت عينه على قول الله تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. اسمه شعيب، اسمه ايه؟ شعيب. الله تعالى يمدهم يعطيهم، وهو مش نبي، ده ولي من اولياء الامه المحمديه، سيدي ابو مدين رضي الله عنه وارضاه، امام كبير. السر في ايه؟ السر في الاذن. سر ايه؟ في الاذن. سيدنا عبد القادر لما البسه الخلقه خلاص اعطاه الولايه واعطاه كل شيء. في السر في ايه؟ في الاذن. لو انت جلست في مكان باذن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك، وتجد الامور كده ميسره ومفتوحه بفضل الله رب العالمين. اما ان جلست بغير اذن فانتظر طامات الدهر. فانتظر ايه؟ طامات الدهر. ابو مدين الغوث ده قال كلمه، قال: لو كنت بدل ادم لأكلت الشجرة بتمامها. فهو إن كان منهيا ظاهرا مأمور باطنا. لهذا كلام سيدي مين؟ أبو مدين. بعض أهل الله تكلم في أكل سيدنا آدم عليه السلام للشجرة، قال: عندنا إحنا الأشاعرة الأمر والإرادة متغيران مش متحدان. طبعا وإن كان يعني وقوعا متلازما، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله وقوعا. قالوا إن سيدنا آدم عليه السلام أطلعه الله تعالى على الإرادة والأمر، فالأمر لا تأكل من الشجرة، يعني الأمر ما يشمل النهي يعني، والإرادة أنه سيأكل من الشجرة، فقدم مراد الله على أمر الله، قدم مراد الله على أمر الله. طب هذا سيدنا آدم مش أنت، هذا إيه؟ لو اطلع على الإرادة وعلى الأمر ما يجيش واحد دلوقتي كده يقع في المعصية ويقول إيه؟ ده أمر، ده إرادة ربنا. يا كذاب، هل لك اطلاع على إرادة الله؟ ليس له اطلاع على إرادة الله تعالى. سيدنا الخضر عليه السلام كان له اطلاع على هذا الأمر، على الإرادة، وأمامه الأمر. سيدنا موسى ناظر إلى الأمر، سيدنا الخضر عليه السلام ناظر للاثنين، فقدم مراد الله على امره، وهذا راجع الى امر الله، لانه في الاخر قال: وما فعلته عن امري، يعني وما فعلت مقتضى الاراده بامري، بل بامر الله تعالى، بل بامر الله ايه؟ تعالى. وأكبر دليل على ذلك أنه علل، أنه إيه؟ علل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فأردت أن أعيبها، أو وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني كل سفينة صالحة غصبة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين خاشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما أراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة
واقرب الرحم. واما الجدار ايه فكان ايه غلامين يتيمين في مدينه وقعت كان فاراده غدا اراد ثم يقول في الاخر وما فعلته عن امري. يعني هذا الذي قدمته قدمت مراد الله تعالى هذا ما فعلته عن امري هذا عن امر الله. مفهوم يا استاذ؟ وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبر. فسيدنا ابو مدين لما قال لو كنت مكان ادم لاكلت شجرته بتمامها. اهل الله يقولون لان سيدنا ادم كان له اطلاع على مراد الله فقدم مراد الله على امره. ماشي يا استاذ؟ لو كنت بدل ادم لاكلت الشجره بتمامها. فهو ان كان منهيا ظاهرا مامور باطنا. وكذا يقال فيما وقع من اخوه يوسف على القول بانهم انبياء. ودليل وجوب الامانه لهم عليهم الصلاه والسلام انهم لو خانوا بفعل محرم او مكروه او خلاف الاولى لكنا مامورين به، لان الله تعالى امرنا باتباعهم في اقوالهم وافعالهم واحوالهم من غير تفصيل. هو تعالى لا يامر بمحرم ولا مكروه ولا خلاف الاولى، فلا تكون افعالهم محرمه ولا مكروهه ولا خلاف الاولى. وهذا الدليل وإن كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعي، لأن دليل الملازمة شرعي. دليل الملازمة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، ده أمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر لي نحن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر كثيرا. قال لك وهذا الدليل شبه وإن كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعي، لأن دليل الملازمة شرعي وبطلان التالي بدليل شرعي هو أن الله لا يأمر بالفحشاء. لا يأمر بالفحشاء. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. فاللهم افتعنا فتوح الحارفين بك، طب اللهم عنا توبة نصوحة تغسلنا بها قلبا وجسما وعقلا وروحا. اللهم تب علينا يتوب واغفر لنا المعاصي والذنوب. إن كنا اللهم من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك يا رب العالمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.